وقلوب العباد سبحان الله يعني حاجة ارتباط قوي جدا، ارتباط عظيم، إن ربنا يجعل الصدقة دي بتغسل أثر المعاصي. نعم، وكما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئات الحسنة تمحوها. هو بما إنه المية حياة الأبدان والصدقة حياة القلوب، فإيه هو القلب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. القلب، القلب له تعريفان، تعريف في ناحية الأطباء وعامة الناس، وتعريف في من لهم صلة برب الناس سبحانه وتعالى. نعم نعم، في تعريف الأطباء واللي هو عامة الناس اللي هم مش منشغلين بهذا الأمر، أن القلب هو العضو الذي يضخ الدم إلى الجسم، فبناء على هذا الدم الذي يضخ إلى الأعضاء يتحرك الجسم، اللي هو تعريف الأطباء. وأي حد من الناس هتسأله من عامة الناس إيه هو القلب، هو يقول لك هو اللي بيضخ الدم للجسم، صح؟ نعم صح. طيب، وفي من لهم صلة برب الناس سبحانه وتعالى، هو ذلكم العضو الذي يجعل الله جل وعلا فيه الرحمة، ويجعل فيه التقوى، الله، ويجعل فيه الإيمان، الله الله، ويجعل فيه الصلة بالله جل جلاله، فيضخ القلب مع كل نبضة حياة، يضخ نبضة حياة للعقل، فيتذكر قول الله ومراد الله من كل آية فيلتزم بها، ويضخ مع كل نبضة إلى العقل أو إلى المخ بعضا من الدماء مملوءة بالرحمة، فينظر إلى إخوانه الذين نزل بهم الضر، فيتحرك القلب ويتحرك العقل وتبكي العين، فينادي: أنا لها أنا لها ولن أترك إخوتي. ويضخ إلى اليدين طاعة لله فلا تقترب مما حرم الله، ويضخ إلى الرجلين طاعة لله فلا تمشي في معصية لله، ويضخ إلى العينين فلا ترى إلا ما أراد الله وتمتنع عما حرم الله، وإلى الأذنين فلا تسمع إلا كلام الله وما أحله الله من الكلام. شيخ كارم، وكأنك وانت بتتكلم في الموضوع ده عايز تقول لي أنا عايزك ولي من أولياء الله. الله، وهو ده، هي دي يا دكتور. إزاي؟ ما هو إذا أطاع. أيوة. وزدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وما بين رجليك. نعم، وأن تذكر الموت والبلى. نعم، إذا فعلت هذا صرت في الأرض عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الجائزة الكبرى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. ألا تكفيه هذه عند الله سبحانه وتعالى؟ وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.